معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. اهلا بك يا دكتور حسام. اخير تحياتي ازاي الصحة؟ يا فندم ولمشاهدي حضرتك وحضرتك بالصحة والسلامة. طبعا معانا داخل الاستوديو مشرفنا دكتور اشرف عقبة استاذ البطنة والمناعة جامعة عين شمس، وكنا بنتكلم على مرض الربو، وفي نفس الوقت انا محتاج هنا اسال دكتور حسام ايه الجهود اللي بتقوم بها الدولة لمكافحة هذا المرض او لمواجهة هذا المرض في مصر؟ الحقيقة لسه يمكن من أقل من يعني 3 أو 4 أيام كان عندنا مؤتمر كبير برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لأمراض الجهاز التنفسي وعلى رأسها الربو. إحنا بالإضافة إنه في عندنا قسم أو إدارة خاصة في وزارة الصحة مسؤولة عن الأمراض التنفسية ومن ضمنها الربو أو أمراض الرئة. في عندنا جزء خاص بالتوعية وفي جزء خاص بمستشفيات الصدر. احنا عندنا مستشفيات صدر منتشرة في كل المحافظات في المحافظة تقريبا. عظيم. التطوير اللي حصل في مستشفيات الصدر خلال الـ3 أو 4 سنين اللي فاتوا يعني زي ما بيقولوا من وسط المحنة تولد المنحة، واحدة يمكن من ضمن الفوائد القليلة التي استفاد منها العالم في من جائحة كورونا هي الاهتمام بمستشفيات الصدر. طبعا. والحرص على تطوير مستشفيات الصدر. مستشفى صدر العباسية حصل لها تطوير كبير جدا وتم تزويدها بأجهزة ومعدات يمكن رقم زاد عن 100 مليون جنيه. طيب مستشفيات الصدر في كل المحافظات. النهارده في بروتوكولات، يمكن استاذنا الدكتور اشرف عارف ان في بروتوكولات ما بين وزارة الصحة والجامعات المصرية والأساتذة في الجامعات المصرية في الأمراض الصدرية أو أمراض التنفسية. طيب دكتور حسام، مش هينفع تبقى معانا وما نسألش على الاحتياطات الواجبة بخصوص أهالينا اللي مسافرين حج بإذن الله؟ خلينا نقول إنه إحنا عندنا إرشادات خاصة بالحج تنقسم إلى ما هو قبل السفر. قبل السفر احنا الارشادات اللي بتخص بيها وزاره الصحه بضروره اخذ التطعيمات والتحصينات اللازمه اللي بيلزمنا بيها الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه زي الحمى الشوكيه، والمفروض انه الفتره اللي هياخد فيها الحمى الكرسي زادت عن 3 سنوات، يعني اخر 3 سنين لازم يكون حصل على لقاح الحمى الشوكيه، ان ما كانش يبقى ياخد السفر. لقاح فيروس كورونا المستجد ما زال ضروريا حتى بعد ان اعلنت منظمه الصحه العالميه ذهاب حاله الطوارئ العالميه، لكن لازم ياخذ اللقاح جرعتين من موديرنا او فايزر او استرازينيكا او سينوفار او سينوفاك او سبوتنيك او جرعه واحده من لقاح جونسون، واللي فات عليه 6 شهور من اخر تلقيح ياخد جرعه تنشيطيه واحده من اي من هذه اللقاحات باذن الله. ده الزام. حلو. لكن احنا بنوصي في وزاره الصحه بالاضافه الى هذه اللقاحات بانه الناس تاخد كمان لقاح الانفلونزا الموسميه، خصوصا الحوامل والاطفال دون سن الـ5 سنوات وكبار السن او المصابين بالامراض اللي تؤدي الى نقص في المناعة. اشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان.